إلى شعب الإيمان. الفصل الأول فيما يحل ويحرم من الحيوانات. رواه مسلم بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والحديث في مسلم. قال الشيخ: ذكرنا في كتاب السنة النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية، وما روي عنه النهي عن الجلالة، وقال فيها وما قال فيها أهل العلم من أن المراد بها إذا ظهر ريح القضاء في لحمها. وذكرنا الأخبار في تهيئة في من نهيه عن قتل النملة والنحلة والسرد والهدود والضفدع، وما روي عنه في الخطاف، وروينا إذنه في قتل الغراب والحدأة والفأر والضفدع والعقرب والكلب العقور، وفي رواية أخرى السبع العادي، وكل ذلك لا يحل أكله. وروينا الخبر في إباحته الضبع، والثعلب في معنى الضبع، الثعلب يعني يؤكل، إذا كان الضبع يؤكل فالثعلب يؤكل، وده عند الشافعية. الثعلب أيضا فيه خلاف. وروينا الخبر في إباحة الأرنب وحمار الوحش والدجاج والحباري والضب وما أكلته العرب في غير حال الضرورة، فهو حلال ما لم يرد في تحريمه نص. خبر فروينا الأخبار في إباحة لحم الخيل من غير كراهية، وفي إعادة ذكرها في هذا الكتاب تطويل، فمن أرادها رجع إلى كتاب السنن إن شاء الله تعالى. أقول: فقد قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فقد ذكرنا تفسير الآية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقال أيضا عن مقاتل الحيان قال: بلغنا والله أعلم في قولي يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود. وقال يقول: أوفوا بالعهود، يعني العهد الذي كان عهد عليهم في القرآن فيما أمرهم من طاعته أن يعلموا أن يعملوا بها، ونهيهم الذي نهاهم عنه، وبالعهد الذي بينهم وبين المشركين، وفيما يكون العهود بين الناس. وحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والشاة، إلى ما يتلى عليكم، يعني ما حرم عليكم في هذه الآية، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، كان هذا حراما منذ خلق الله السماوات والأرض. والمنخنقة إذا أوثقت الشاة أو غيرها فاختنقت فقتلها خناقها. والموقوذة كانت الشاة أو غيرها من العام تضرب بالخشبة حتى توقد فتقتل، كان ذلك لآلهتهم، أعوذ بالله. والمتردية الشاة غيرها أو غيرها تردى في بئر أو من جبل فتموت. والنطيحة وغيرها من ذات القرون تمطح تمطح من إحداهما أو تنطح إحداهما الأخرى فتموت، فكان أهل الجاهلية يأكلون هذا كله، فحرم الله تبارك وتعالى في الإسلام كل ذلك. وقال: وما ذبح على النصب فهو الحجارة، كانوا يذبحون لآلهتهم ذلك، وهذا أسوأ انهار الدم. هناك أمر مهم بالنسبة لمن عندهم نفس الخروج والخارج في الغالب، لا نرى من يصنع معهم كما فعل الحبر ابن عباس رضي الله عنه. حدث لكنهم يفرون يا أحمد، يفرون جدا. وفي قول مهلا الله به، يعني كان لآلهتهم. هنا أصلا في هذا الكتاب في البداية ابتدأ بها ليبين لك ما يحل وما يحرم من الأطعمة. كان الإمام الشافعي قاعدة كبيرة جدا، وهي قاعدة مهمة، وهي قاعدة أن ما استخبثته العرب فهو خبيث، وما يعني أباحته العرب فهو مباح. في هذا الباب الله يرضى عنك الآية: حفظك ربي يحسن لك رفع الله مقام. فهنا الأصل في الأطعمة الحل، لكن الأصل في الذبائح الحرمة. قال: ما ذكرت الله وأنا ما أرسلت كلبك وذكرت الله وأنهرت فما أنهر ما ذكرت اسم الله وأنهرت الدم فكل مشرف رضي الله عنك على موعدنا بإذن الله تعالى. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أطعمة جاءت، كما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي عليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون دما مسفوحا أو لحم خنزير، إلى أن بين المحرمات، وقد بيانها النبي الله جعله في الكتاب تفصيلا. ثم جاءت السنة المستقلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. تفضل وكل ذي مخلب من الطير. المالكية خالفوا في ذلك وقالوا هذه زيادة على النص. والمالكية من ضعف مذهبهم كما بينا في الأصول أنهم لا يأخذون حديث الأحاد إذا خالف القرآن، فلذلك هم يقولون بجواز أكل الأسد، النمر، الفهد، الفيل، القرد، يعني وأيضا يقولون بأكل البازي والشاهين، كل ذلك عندهم يجوز في هذا الباب، ولا يعملون بقول بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع
وكل ذلك حرام. والحمر الأهلية كانت حلالا ولذلك ضررها كان مرفوعا، لكن لما حرمها الله جل في علاه حرمت شرعا فنزل الضرر قدرا، لذلك صرخ صرخ وقال إن رسول الله إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وكانت القدور قد غلت القدور باللحوم فألقوها وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هداك الله معاذ، يعني المفروض أنت تفر من المالكية هنا في هذا الباب. والتمساح مختلف فيه، أنا قد أقول لك يجوز التمساح حتى عند الشافعية، لأنه في وجوه في الحل على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء والحل ميتته، لكن الإشكال كل الإشكال ليس في الناب الذي في البحريات، الناب الذي في الوحوش البرية، والمالكية يقولون بجوازها ويقولون بجواز أكل القرد والفيل، فعزمنا على قرد لأننا يعني نقفز خلف الشجر في هذا الباب. الغرض المقصود بأن المالكية ضعف مذهبهم بسبب هذا، بسبب التعامل مع حديث الأحد بهذا الباب. والحمر الأهلية أيضا حرام، حرم الله تعالى يوم خيبر، ولذلك صرخ الصارخ قال إن الله ورسوله ينهانكم الحمر الحمر الأهلية، قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن، وهناك قاعدة كلية كما قال الشوكاني، ما أمر بقتله فلا يجوز أكله، وما نهي عن قتله فلا يجوز أكله. أما ما نهي عن قتله فأنت لا تصل إلى أكله إلا بقتل، ولا يجوز قتله فإذن لا يجوز أكله، وما أبيح قتله إذن هو لضرره، فإن كان لضرره أبيح قتله فلا يجوز. يبقى الغراب، الحدأ، الكلب العقور، والبوم وغير ذلك من ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، كله ما أباح الرسول قتله، خمس فواسق في الحل والحرم يقتلنا، فهذا كله حرام. بلاش الحياة لا تؤكل تشم فقط. نعم الخيل يجوز حبيبي، جعل الله ومراتك مباركة حبيبي عدوي، كيف أخبارك؟ رضي الله عنك وأحسن الله عليك وتقبلك. وأيضا نهى عن قتل النمل والنحل، فهذا أيضا لا يجوز. والضفدع، وقد قال في الضفدع أمر عجيب، قال بأنه كان يأخذ الماء ويلقيها على نار إبراهيم حتى تطفأ. نعم هناك رواية في المالكية يقولون بالجواز، والفيل أيضا عند المالكية يقولون بالجواز، كبسين ونازق في وسط الأحرام، وسط الأحرام يجوز، في الوسط أو حزام يجوز، أما في الإزار في الرداء لا يجوز، لو نازل منزله الحزام يجوز تنزل من زيت حزام. التمساح يعني تركه تقززا ما في كلام فيه، احنا بنتكلم على الحرمة، هل يحرم أم لا؟ في وجوه. نعم يا أخ الكبير عن نفسه، نعم. وأيضا في الطير لا يجوز الصقر ولا الصقر ولا الغراب ولا البازي ولا الشاهين، كل ذلك حرام. أسأل الله جل وعلا أن يشفيه، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج كربه، وأسأل الله أن يرضى عنه فضيلة الشيخ محمود، ونسأل الله أن يسدده، ونسأل الله أن يفرج كربه عاجل غير آجل. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين. الفوائد المستنبطة أيضا من المحرمات كل ما ذكر الله تعالى، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، والنطيحة التي قتلت أثناء النطح وكانوا يأكلونها، والتي ذبحت على النصب من أجل الآلهة، هذه أسوأ الدماء. كل ذلك محرم ما عدده الله تعالى، والدم حرام والخنزير حرام والميتة حرام. نعم الآية تقال مرة واحدة عند الالتقاء على الصفا يا محمد، يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به ثم بعد ذلك يكبر وأحمد الله ويقول الدعاء ثلاث مرات. الفوائد المستنبطة، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وما استغزرته العرب فهو مستغزر، وما استعذبته أو أباحته يكون مباحا، جاء الشرع بذلك لأن القرآن نزل بلغتهم. نعم. حرمة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. السنة لها أحكام مستقلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ألفين أحدكم شبعنا على ركات يأتيه الأمر من أمري، فيقول ننظر في كتاب ربنا من ما وافق أخذنا وما خالف تركنا، ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلق فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم.